أول شيء في شيء عم بيتحرك بالعملية الرئاسية، قديش رح يودي أو لا صراحة ماني عارف، بس إنه في شيء ما يتحرك ما بينحكى فيه هلا، خلينا ننطر للأيام والأسابيع المقبلة تنشوف إذا رح يوصل ولا ما رح يوصل. بس بدي أقوله هلا هو الشيء التالي، في مسؤولين رفيعين بالدولة كل يوم، مش إنه يوم أي يوم لا، كل يوم بيعملونا مطولات طويلة عريضة عن الحوار، شيء بيسموه هن الحوار، ودغري بيتوجهوا للفرقاء التانيين إنه خي ما عم نفهم هو ليش جد الحوار. هون عطول عم بتذكر جملة، كم من الجرائم ترتكب باسمك أيها الحوار، كم من الجرائم ترتكب باسمك أيها الحوار. أنا كل هالوقت وكل هالفترة يعني المش حلو بالقصة إنه حدا يضحك على حدا، وبالأخص حدا يضحك على الناس، بالأخص بوضعية مثل لبنان، إنه اللبنانيين هلأ بوضع كتير صعب ومعصورين عصر، ويجي حدا يضحك عليهم كل يوم يقولون ما حوار بس ها ليكو هون عم بيجوا على الحوار، وليكو نحن كيف عم نادي على الحوار وما في حوار. هو بالحقيقة لا في لا القصة قصة حوار، لا القصة قصة حكي، لا القصة قصة تفاهم، القصة قصة تسلط. في محور ممانعة بده يتسلط، كيف هو مسلط على اللبنانيين؟ بده يكفي يتسلط عليهم، جرب يتسلط عليهم بأول دورة تاني دورة من دورات الانتخابية من خلال فرد مرشح معين، ما قدر من هونيك وطالع صار يعطل كل الجلسات مثل ما شايفين. يعني احنا هلأ فتنا بأيلول عمليا الانتخابات الرئاسية من سنة كان لازم تصير، بوضع مثل وضعنا بلبنان أكيد كان لازم تصير، مش بوقتها وقبل وقتها بشوية حتى، بس سنفترض انه مش قبل وقتها، بوقتها على القليلة. ما صارت الانتخابات، ليش ما صارت الانتخابات؟ لأنه محور ممانعة كل مرة كان يعطل. خيي وصلنا لوقت ما الأشياء لازم تنقال بأسمائها. في بعض الأصدقاء وبعض الناس تانين وبعض النواب المستقلين بحبوا بعضهم يطرحوا الأشياء مغلفة، ما بقت أيام تغليف هيدي، ما بقت أيام تستر، ما بقى أيام هيك أول ربع الحقيقة، ربع الحقيقة ما بفيد، بدها تنقال حقيقة كاملة. اللي عطل الانتخابات الرئاسية لحلا من سنة لهلا محور ممانعة تحديداً، وكانوا كل مرة يفوتوا بأول دورة، لأنه أول دورة معروف مرشح الرئاسي بده 86 صوت ينتخب، ومعروف أنه ما حدا عنده 86 صوت، بينما يمكن يكون في حدا عنده 65 صوت، كانوا يفوتوا على أول دورة مطمئنين بينه أنه ما حدا عنده 86 صوت ويطلعوا دغري من بعد أول دورة. آخر مرة بعد 14 حزيران قد ما كانوا خايفين طلعوا قبل ما خلصت أول دورة، حتى يعني حط صوته وقبل ما ينعمل الفرز حمل حاله وطلع من الجلسة تأكدوا على أنه ما في دورة تانية. وبالتالي باسم الحوار وباسم كل القصة كل الوقت كان عم بصير في تعطيل للانتخابات الرئاسية. كل اللي بتسمعوه غلط، أنه ما هيدا مجلس، أنه ما أدري شو، ما في توازن قوى وفي توازن قوى وما حدا منا عنده أكترية. ما هو بصير انتخابات وقت ما حدا عنده أكترية، وقت حدا عنده أكترية دغري بيكون معروف شو بتكون النتيجة، مشان هيك كان لازم تصير انتخابات. ولو نظريتهم هن مصدقين ومزبوطة، ليش ما ضلوا بالدورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة ويضلوا؟ طالما بقيت النواب باقيين يضلوا هن، تشوف ببين إذا نظريتهم مزبوطة ولا، بس هن عارفين إنه نظريتهم مش مزبوطة. ب 14 حزيران لو هن ما عطلوا الدورة الثانية كان عندنا رئيس جمهورية هلا. يعني تصوروا كنا من 3 شهور من شهرين عندنا رئيس جمهورية، يمكن كان يكون صار عندنا رئيس حكومة، ويمكن يكون صار عندنا حكومة، ويمكن كان بلشت خطة الإنقاذ المطلوبة هالقد. كله هيدا بيعملوه باسم شو الحوار؟ إنه إحنا عم ندعي حوار، بيسمعهم بفكرهم ملايكة، إنه عم ندعي لحوار بس الفريق الآخر مش عم بيجاوب. نحن ما عم نجاوب لأنه مش عم بيدعوا لحوار، لأنه مش مزبوط، لأنه هلا مش أيام حوار، هلا أيام نروح ننتخب رئيس جمهورية. اللي عم بيدعوا له عم بيدعوا لعملية إلهاء ولعملية تضيع وقت، ما ينتظروا منا نساعدهم بعملية الإنهاء وبعملية تضيع الوقت. تعرفوا شو معناتها؟ التقى البعض يجي يقول لي حكيم، طب ليش ما نلحق الكذاب على باب داره ومنروح منقول رأينا بالحوار بده يصير؟ تعرفوا لو صار حوار وعملنا هيك شو كان صار؟ زيادة على كل الغموض والفوضى اللي احنا فيها هلا كانت انضربت بمرتين بثلاثة بأربعة وخمسة بعشرة. ليه؟ لأنه كان طلع أنه اللبنانيين اجتمعوا وما قدروا اتفقوا على شيء، وبالتالي ما بقى المشكلة أنه محور الممانعة عم بيعطل الانتخابات الرئاسية، المشكلة أنه اللبنانيين مش متفقين، وكان رح يضيع شنكش أكتر وأكتر إلى ما شاء الله. أمتى ما شاء الله؟ صراحة أنا ما عندي فكرة مثل ما شايفين.
من جهة ثالثة ورابعة وخامسة بدي تكونوا أكيدين، وبدي كل لبناني يكون أكيد إنه كل يوم الحوارات قائمة، كل يوم، مش إنه يوم أي يوم لا. أنا بعطيكم أمثلة صغيرة انعرفت، وفي أمثلة ما انعرفت. الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، والحوار يلي بين حزب الله وأيد الجيش، والحوارات يلي بيننا بين كل النواب المستقلين، بين كل الكتل الأخرى، أوكي، صديقة كانت أو مستقلة أو بالنص، كل يوم في حوارات، كل يوم عم نجرب نقرب من هون نقرب من هون. حتى بأول المهلة الرئيسية صار في نوع من الحوار غير مباشر أو الحكي الغير مباشر، نحن وكتلة الرئيس بري تنجرب نوصل عشي مرشح توفقي، ما قدرنا وصلنا لمطرح. وبالتالي كل هالدعوات اللي عم تسمعوها على الحوار هيدا سم بالدسم، أكيد مش المقصود حوار بالمعنى اللي نفهمه كلنا، يلي هيدا كلنا سوا معه إذا قصة حوار، هيدا المقصود تضييع الشنكاش عن مين عم بيعطي الانتخابات الرئاسية وخلق أجواء بتبرر تعطيل الانتخابات الرئاسية أكثر من الأجواء الموجودة هلأ، لأنه هلأ واضح أنه محور الممانعة هو عم بيطلع كل مرة وعم بيعطل الانتخابات الرئاسية، بينما يصير حوار يلي كلنا سوا عارفين ما عم بيأدي لمطرح، لأنه الحوار داخل الغرف المغلقة ما عم بيأدي لمطرح كمان، أوكي. وقت الحوار العام ما بيأدي لمطرح بيلجأوا الناس لحوار الغرف المغلقة. نحن عنا حوار الغرف المغلقة ما عم بيأدي لمطرح، بدهم يروح على حوار كبير تيأدي لمطرح، يعني وقت قاعدين فريقين أو ثلاثة أو أربعة عم بيتفاوضوا وما عم بيقدروا يوصلوا لمطرح، إنه إيه بندعي 20 شخص يقعدوا فوق حول طاولة تتبحث باسم رئيس الجمهورية بمواصفات الرئيس، لك آخر بدعة حتى نحكي بمواصفات الرئيس، شو معروف شو مواصفات الرئيس، بعدين مواصفات الرئيس باسم الرئيس، شو حلو قد ما بدكم نحط مواصفات ونوصف ونحكي شعر، بس هذا كله ما بيعطي أي نتيجة. حبيت أحكي اللي بدي أحكي، لأنه صراحة كل يوم عم بيكون في عملية إلهاء جديدة، كل يوم بوسائل الإعلام بفتح الوسائل الإعلام بتمنى شوف لي شي خبر جديد، كله مثل بعضه، دعينا الحوار وسندوا الحوار ومتكين على الحوار، بس ما عم يتجاوبوا مع الحوار، بس لأنه خيلا مش مطلوب هلأ، إنه هذه مش مزبوطة، أولا ما عم تدعي على حوار، تاني شيء هلأ المطلوب تدعي على جلسة انتخابية، جلسة مفتوحة بدورات متعددة، مثلا ليكو آخر بدعة طلعوا فيها إنه جلسات متتالية، لك جلسات متتالية يعني من 13 جلسة اللي صاروا، بدها جلسة واحدة مش جلسات متتالية، دورات متتالية. ليه؟ لأنه من الدورة الثانية وطلوع بصفي حياة لمرشح يقدر يطلع ب 65 صوت، بينما جلسات متتالية يعني كل مرة بده المرشح 86 صوت تقدر ينتخب رئيس، تتشوفوا قد ايش صار في عم بيصير في غش بالقصة. فإذا بالملخص هيدا اللي عم بينقصد فيه بالحوار يلي منه حوار أبدا، مزيد من التعطيل هيدا. بما يتعلق بالموفد الفرنسي حسيت ممكن يكون في شيء عم بيتحرك، بس ما فيني أقول أكثر من هيك لبينما كان صارت خطوة. حسيت إنه في شيء عم يتحرك، هل على أساس إنه تعتبر اليوم مبادرة الفرنسية مش بس تطورت إنما اختلفت اليوم، هل صحيح إنه لودريان عم يجي يقول لفرنجي ولا أزعور إننا نبحث بأسماء جديدة بالحوار كيفما كان شكل هذا الحوار؟ لن أدخل بأي تفاصيل، حفاظا على إذا بدك المجالس بالأمانات، بس اللي إحساسي أنا برجع بقول لك مش في شيء عم بيتحرك، ممكن يكون في شيء عم بيتحرك لقدام، بدنا ننطر تنتأكد. طب حكي من هواجس ما قلتها لدريان، كيف لكان؟ طب لدريان شو أعطيك ضمانات؟ ما أعطاني ضمانات، قال لي أنتم اللبنانية بتعرفوا بين بعضهم، بس إنه ونحن يعني جايين عم نجرب نساعد، ما فينا نعمل أكثر من هيك، ونحن ما بنقبل إنه لا نطرح اسم رئيس جمهورية ولن نقلكم هذا أحسن من هذا، وأنتم بتعرفوا أكثر، وإذا بتحكوا ولا بتحكوا أنتم بتعرفوا. يعني المشاركة بحوار بري بصريح العبارة بيعرف موقفنا مسبقا، رجعتوا جددتوا أنه لن تشاركوا بأي حوار؟ كيف لكان؟ مش حوار، لأنه مش حوار، بشرفكم أنا بتمنى على الصحفية ما بقى حدا يسميه حوار، ما راح نشارك بأي عملية إلهاء وأي عملية تعطيل للانتخابات الرئاسية، هاي مش عملية حوار، هاي عملية إلهاء وتعطيل أكثر وأكثر للانتخابات الرئاسية. اي وعم بيدعم مبادرة الأمل الصغيرة اليوم بمجرد ما ترفض المشاركة بأي حوار، هل عم تقولوا لا للجنة الخماسية اللي موجودة في المملكة وأيضا بقية الدول؟ شو جاب لجاب 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 لما عم ترفض المشاركة بهذا الحوار، وعم نحكي بس
هني مش مطلبهم الحوار لجنة الخماسية ولا المفاد الفرنسي، هني مطلبهم انه تشوفوا شو بكون تعملوا تنتخبوا رئيس جمهورية. هلا بتعملون خلال الحوار من خلال غير الحوار، يعني اهل مكة ادرى بشعابها. نحن قلنا له شو رأينا بهالقصة واضح من اول مرة وعارف، مشان هيك ما رجع طرح علينا سؤال مجديد لانه بيعرف شو موقفنا، وموقفنا صار وبكافة الاحوال انا اعطيته مذكرة رسمية، هي المذكرة اللي رفعتها المعارضة، سلمت اياها هالمرة بشكل رسمي. رأي المعارضة بكل ما يتعلق بالدعوات للاسم للي عم يسموه حوار، هو منه حوار ابدا، هو مزيد من التعطيل للانتخابات الرئاسية ولا عملية رئاسية بتصير. بكل بساطة اللي بده رئاسة بكل بساطة خذوها مني، بيدعي بكرة لجلسة وضل دورة مفتوحة اول يوم ثاني يوم ثالث يوم تيصير انتخاب رئيس، بصير انتخاب رئيس. يا ريت مسيو لدريون هو اللي عم بيدعي الجلسات وهو اللي في خليها مفتوحة، كنت بكون أكيد أنا من اللي قاله، بس غيره المتحكم بمجلس النيابة، وإذا بصير دورة واحدة ولا بتعطل دورة. أنا متأكد من أنه هذه المبادرة قد تؤدي إلى مني لا برجع بقول حاسس في شيء ممكن يكون عم يتقدم، بس بدنا ننتظر تنشوف إذا رح يتقدم مزبوط ولا لا. جمعتين ثلاثة برأيي ببين، جمعتين ثلاثة أربعة يعني ببين إذا رح توصل، بس ضروري تكون وصلت بجمعتها. بس إذا إيه هل 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 شيء اللي عم بيتحرك رح يكفي ولا لا؟ يعني بعد الطريق مسدود أمام رئيس الجمهورية. مش مسدود كليا هلا، بس ما فيني أقول إنه الطريق انفتح. كل شغلة بوقتها بهودي، بس طبعا إحنا ما عنا فيتو على جوزيف عون، بس كل شغلة بوقتها. هلا من هون لمين منقبل برئيس الجمهورية حسب، يعني إذا بتقولي لي بين جوزيف عون وسلام لأسمه إيدي الشربي بقول لك لا من صوت إيدي الشربي، بس إذا بتقولي لي بين جوزيف عون والسيد حسن نصر الله لا من صوت جوزيف عون، حسب إنه كله حسب. كيف قريت لقاء الجيش مع نائب محمد راد؟ قريته إنه كل الناس عم بيتسلوا على كل الناس، وأيد الجيش محمد رعد وهداك على هيدا وهدا على هداك. هي الحكي للكنة تتسمع الجارك يعني. مين الكنة ومين الجارة؟ على يكون هيك من هون وطالع. أوكي يا زلمة. الأيام الماضية اللي التقوا بلدريون عم بيأكدوا إنه عم بيصر عليهم على حوار الرئيس. اليوم أنت عم تقول رفضنا هذا الحوار إلا إنه في تغارف في الجدار. إيه ما مش ما إلها هذا الحوار. ما رح فوت بأي تفاصيل، ضلوا بألف خير إن شاء الله، هالبوادر الجديدة بتودي